before. الغرباء صاحبي ولاد الدوار هاهو، واش هادي حالة قدام ولادو مسكين مسنسر راسو وسد فمو حب فاش داد راح لينا عينينا لقينا في الدوار، راه لا يعقل هذا راه مواطن مغربي لا يعقل نشت العامل نشت كلشي، هاد السيد هذا خصو ياخذ حقه، احنا كمتضررين كدوي الحقوق كنطالبوا بالحقوق ديالنا، عندنا مطلب واحد مطلب واحد الا وهو ناخذوا حقنا من هاد الناس هادو المسؤولين، لان هاد الناس هادو طغاة طغاة وتحدوا الحدود وتحدوا القهرة هادي، احنا ما عندنا حتى شي مطلب، احنا ما بغينا تحريض ما بغينا بالبالة ما بغينا مشاكل، عندنا حاجة احنا في بلادي الحق هو القانون، احنا قلتوا لنا في بلاد ديمقراطية دونك خذوا لنا حقنا من هاد الناس هادو، هاد الناس هادو راه كلاونا، هاد الناس هادو راه دمرونا داونا رزقنا، شو صاحبي الدراري صغار الاسم ديالي راه محسن حموانه، راه كيعرفني المغرب كامل وكيعرف القضيه ديالي وكيعرف الملف ديالنا، الملف ديالنا هو سوق الصالحين، وانا بالنسبه لي راه سوق الفاسدين هذا، هذا الملف هذا خويا بدا في 2016 لما تم الاحصاء، جا سيدنا الله ينصرو مر عبر هذا الشارع هذا اللي حداكم من هنا، فاذا به كيلقى العشوائي، القلع العشوائي امر بالناس ديال العملاء والعمده ومجلس المدينه عاملهم باش ينميو هذه المدينه، باش دار لنا مشروع اكبر مشروع كاين في لافريك مركب تجاري في 1600 محل، فاذا بسيدنا الله ينصرو زاد 50 محل هيبه من عنده، علاش؟ باش ينمي هذه المدينه وينمي هذا الشباب، فاذا بهذوك المسؤولين اللي كلفهم صاحب الجلاله كلفهم باش يعطيو الناس صحاب المبادره والناس ديال العشوائي، ولمن راه كاين الخطاب كلشي غيرجع على الخطاب ديال الفتيش، لمن هضر هضروا على ابناء المنطقه، شكون هما ابناء المنطقه؟ الاولى الاولى هما الساكنه ديال دوار جديده صاحبي، ناس راه من الناس راه من الاستعمار، ناس عندها الورق هنا من ايام محمد الخامس، الناس بيعات محمد الخامس، بيعات الحسن الثاني، أي حاليا كنبيعوا محمد السادس، حبا في الوطن، جا سيدنا الله ينصرو عطانا فائدة بهاد الناس هذا حقنا، هما خداوه فرقوه بيناتهم، ناس في العمل وبكامل القوة العقلية، قائد هنا كان كيتشاوى مع ناس ب 20 مليون قهاوي، كان كيتشاووا، كانوا هنا أعوان السلطة داروا هنا الزبونية، خدموا الملف ديالهم، كانت هنا منظمة عصابة ولازالت، لازالت عصابة كيتفارقوا هنا، شوف خويا كيقسموا وكيفرقوا المناصب في مدينه سهله، لا في المجال القروي لا في المجال الحضري، كاينين هنا عائلات عائلات تتوارث المناصب وكيقسموا كيقسموا، راه الغريب في الامر ان هذه المدينه هذه رانا في عمري 35 عام نهار اللي حليت عينيا وانا كنسمع السنتيسي الازرق الزمزامي عواد، هما نيت كيتعاودوا غير هما كيبدلوا مره مره كيبدلوا الكيطمه، ها هو تابع مره الحزب الاستقلال، ها هو تابع البام، ها هو ورثوا المدينه خداوها عطاوها للابناء ديالهم، درويش ما يعيش سيدنا الله ينصرو هنا عطى المبادره، راه كاين كان قلتها وعاودتها، راه كاين اخويا راه كاين تصريح ديال السي الفتيت الناطق الرسمي انا ذاك باسم الحكومه راه اصروا على الطبقه المهمشه الناس اللي ما عندهاش وعطاو الناس خمسه المحالات هنا، وكنتمنى من الفرقه الوطنيه تعيط لهاد عبد ربي ولا تعيط للاخ يوسف الوردي اللي ضيع في قهوه ولا تعيط لهاد الاخ هذا غندورهم عند واحد بواحد، ناس لان هذه استفاده من العشوائي استفاده ملكيه، دونك استفاده ملكيه راه ما كياخذوش فيها اربعه ولا خمسه، كاينين عائلات هنا عندهم خمسه المحالات اربعه شراوهم عند القائد، وكاينين ناس من العماله وناس من الموظفين اللي تعطاتهم المهمه باش يعطيونا هما اللي خداو المحالات، وحاليا راه كيبيعوا ويشريوا في المحالات، ناس من العماله ومن مجلس المدينه هما اللي استولوا على هذا الشيء، وكلاو داوي الحقوق، كاينين ارامل، كاينين مطلقات، انا غنبقى في الحال وغنوصل صوتي لسيدي الله ينصرو عرفتي علاش؟ حيت كنشوف ولاد البلاد ولاد الدوار اللي كبرت معاهم ولاو مبيطلين كيجلسونا، كندخل للسوق كنلقى ناس غرباء برانيين اللي جاي من الناظور اللي جاي، ورغم هذاك الشيء مازال الحوانت خاويين ومسدودين وثلاثة القهاوي مسدودين ديال من هذاك الشيء، بغينا نعرفوا شكون هما، انتم لا تعرفونا بهذا الشيء. و كيبان لك ان السيد سنسير راسو واش كيبان لك انه حل مناسب؟ خويا الحقيقة شوف حنا كمواطنين وانا كواحد من هذا السيد هذا اربع سنوات هو كيدق الابواب، مشى للعمالة طالبنا بمظاهرة سلمية دفعناها لهم ما خلينا مع من تكلمنا ولا من مجيب، إذا ما هو الحل في النظر ديالك؟ أنت في نظر 40 مليون مغربي، شنو غيدير هذا السيد هذا؟ واش انتحر؟ واش واش بيني وبينك؟ واش هما قهرونا وعدمونا حتى أمام الله عز وجل حتى ينتحروا؟ لا راه هذا مطلب ديالو، راه ما كيطالب حتى شي حاجة أصاحبي، مطلب ديالو كيطالب
فاتح تحقيق وراه في المسؤوليه بالمحاسبه في رزقه، عنده وليدات داو له حانوت لمرتو، من حقو ربطو معاه، الا كان يستاهل يمشي للحبس هو يمشي للحبس، هذه اللي كنعرف. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.